كثير من الناس ماخذ صورة مخيفة جدا عن الموت. كثير من الناس، إن لم نقل كل الناس، كثير من الناس عند الموت أمر مخيف. طبعا هو بعض الناس عنده خوف خاص من الموت. الكل يتمنى البقاء في الدنيا، أن لا يموت، أن لا يوضع في القبر. المكان ضيق، المكان موحش، المكان مظلم هذا القبر. أحبابه يتركونه، أهله يتركونه، أمه تركه، أبوه يتركه، عشيرته، يترك ما يحب، بيئة تشتغل به ليل مع نهار، شتاء وصيف، حر وبرد، تعب مشقة، يعوف البيت، يعوف الأموال، يعوف الأولاد، يعوف بنته الصغيرة، يعوف ابنه الصغير، يعوف أمه وأبوه، يعوف سيارته، يعوف ملذاته، يعوف أصدقائه، يعوف جيرانه، ويبقى وحيد. طبعا هذا التفكير صعب على كل إنسان، صعب. البيت اللي يشتغل به سنين طويلة مديدة عديدة وبشق الأنفس يتركه في لحظة واحدة، هذه الأموال يتركها بلحظة واحدة، اللي كان يراقب عليها ويتعارك عليها وعنده مشاجرة مع فلان وعنده نزاع مع فلان وعنده كذا كذا، كلها يتركها. إذن هذا التفكير صعب، ولهذا هذا واحدة من موارد، واحدة من أسباب الخوف من الموت، واحدة من أسبابها أنه كيف أنا أترك ما عندي في عالم الدنيا بلحظة واحدة. السبب الآخر الخوف عن المجهول. الإنسان ما يعرف أنه بعد الموت ماذا يجري عليه بشكل دقيق. نعم، سامع من الخطباء، سامع من العلماء، سامع من التلفزيون، قاري في كتاب أن بعد الموت يصير كذا كذا كذا، لكن بالضبط بشكل دقيق ما يجري عليه ما يدري. والإنسان عادة يخاف من المجهول. هسه أنت لو تمشي في طريق والطريق لا تعرف ما في الطريق، من حفرة، من طسة، من مطبة، من كذا، ما تعرف، والمكان مظلم. إذا كان مظلم مجهول عندك وما ماشي هذا الطريق، أكيد أنت تحتاط بالطريق، تمشي على كيفك، لأن قاعد تمشي في ساحة مجهولة. الإنسان عادة يخاف من المجهول. هاي اثنين. المورد الثالث، أنا ما أدري أعمالي التي عملتها، التي قمت بها في عالم الدنيا تنجيني أو لا، مقبولة أم لا. صار لي عمر أصلي، ما أدري صلاتي مقبولة عند الله لو ما مقبولة، أطلعني لو ما أطلعني. عمر أصوم، ما أدري صومي مقبول أو ما مقبول. عمر ألطم، عمر أنا مشيت، عمر سويت، عمر عبدت، عمر كذا، هاي عبادتي مقبولة عند الله تفيدني أو ما تفيدني. الاختبار والامتحان النتيجة مالته شنو، موجبة لو سالبة، مثبتة أو لا، في نفي وإنكار من الله سبحانه وتعالى. أنا ما أعرف هذا العمل مقبول أو ما مقبول. عدم معرفتي من هذه النتيجة تخيفني. واضح مولاي؟ زين، يشوف الإنسان في مكان، هذا المورد الثالث. المورد الرابع، يشوف نفسه في مكان واسع. الآن أنا قاعد ألقي محاضرة، ما يعجبني أقوم ما ألقي محاضرة. أنا في هذه الغرفة، تعبت من هذه الغرفة، ما عجبتني، أقعد في هذه الغرفة. أنا قاعد تعبت، أمشي. عطشان، أقول لهم جيبوا ما يجيبون، أريد كذا أريد كذا. أنا حر أتحرك. وإذا في لحظة واحدة أنتقل من هذا المكان الوسيع، أنتقل إلى مكان ضيق، ضيق، تراب يمين، تراب شمال، تراب تحتك، تراب فوق، الإنسان في حيرة من أمره، يقول شلون أنا أبقى في هذا الضيق، كيف أتنفس، كيف كذا، كيف الليل، كيف النهار، كيف كذا. لا، مو بهذا المعنى مولاي. أنت تنتقل من عالم إلى عالم، ما تنتقل من بيت إلى قبر فقط، لا، هذا جسد، الجسد يبقى في القبر. نعم، الجسد يبقى في القبر، الجسد وسيلة، وسيلة دنيوية، من التراب إلى التراب. الآن إحنا عندنا بنكة أو قلوب، قلوب يشتغل، القلوب احترق، عطل، لما أشيل القلوب أشمره، مو معناها الطاقة الكهربائية كلها تنشال، لا، الطاقة الكهربائية بمكانها، القلوب ينشال يخلي القلوب ثاني يشتغل. واضح مولاي؟ الجسد وسيلة للروح، الروح ما تموت، الروح باقي، الجسد فاني. فأنت لما يخلونك في القبر، أنت لأنك حي وشوف القبر ضيق تحسب أن أنت باقي في هذا القبر، لا، أنت تسيح في عالم أكبر من هذا العالم، تتحرك في عالم أكبر من هذا العالم.
أنت تكون في جنة، جنة البرزخ، فيها بساتين، فيها قصور، فيها أنهار، فيها حور، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عالم يعني إخواني، مو أنه أنا بالقبر ظال، لا أنا ما ظل بالقبر، نعم هذا جسد يبقى في القبر، ولهذا الإنسان يخاف، يحسب أنه اللذة والسعادة في الدنيا، لا بالعكس. لكن إذا الإنسان صار عنده يقين واعتقاد بالمعاد وبيوم القيامة وأنها دار الخلود وأنها دار البقاء وهذه دار الزوال ودار الفناء، وأني أنتقل من هذا العالم إلى عالم أكبر، إلى عالم أوسع، إلى عالم أفضل، ذاك العالم شيب ما بي، هذا العالم شيب بي، الآن أنا شباب قوي، بعد كم سنة أصير شايب، ما بي أتحرك، النفس يصعب علي، مشي يصعب علي، حركة تصعب علي أخوي. زين ذاك العالم ما بي شيب، هذا العالم فيه مرض، فيه الوباء، فيه السرطان، فيه الصداع، فيه فيه فيه، ذاك العالم ما فيه أمراض، أي مرض ما فيه. هذا العالم مولانا العزيز فيه موت، فيه عدم، ذاك العالم ليس فيه موت، ليس فيه عدم مولاي. هذا العالم فيه ضعف، ذاك العالم كله قوة ما فيه ضعف. إذن عالمنا هذا العالم عالم محدود، عالم مادي، عالم ضيق، إحنا ننتقل إلى عالم واسع، إلى عالم كبير. فإذا الإنسان فكر هذا التفكير واعتقد بالمعاد وعرف على أن الهدف النهائي الله والمعاد، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى دار البقاء، الرجوع إلى دار الخلود، الخوف من الموت يقل عنده، يصير أقل، ولذة الدنيا تكون أقل، الله يلقي في قلبه حبه. أنا أتخطر آخر وحدة، جابوا جنازة أصلي عليها في مقبرة عندنا هناك يسمونها الجرف، كان شمس حارقة حارة، فصليت على الجنازة، طبعا التلقين ما قدرت ألقن أنا لأنه لازم أنزل وتعبان، فخلينا أحد الإخوة يلقن جزاه الله خير، فأنا صليت ورحت إلى جنب أكو بناء، صرت تحت الظل، ناس ازدحام كان، فأكو سيد يمي واقف قال لي كلمتين أنا هاي ما أنساها ولو يرخصني المخرج في الدقيقة زايدة، فقال لي مولانا، قلت له نعم، قال مولانا كم ميت بالمقبرة؟ قلت له والله بالآلاف، لا لا يعد، قبور قديمة حديثة هواي. قال الآن لو كل ميت يرجع إلى الحياة، هسه هسه قدامك كل ميت، كل واحد يرجع للحياة، كبير صغير، امرأة رجل، خير مخير، كلها يرجعون للحياة، تسأله أنت متت قضيت شغلك، أنهيت شغلك في الدنيا، يعني ما عندك شغل في الدنيا ومتت، لو شغلك كان غير متمم ناقص ورحت، تشوف هذول الأموات بالآلاف كلهم تركوا أعمالهم في منتصف الطريق وماتوا، واحد عنده بناء يريد يسقف البيت ومات، شغله نص ونص، واحد عنده آمال يتزوج ومات، واحد يبني إلى المستقبل ومات، واحد عنده زراعة ومات، واحد يزوج ابنه ومات، واحد باشر يشتري ملابس ومات، واحد باشر سيارة ومات، واحد سبحان الله ماكو واحد متمم شغله يقول والله أنا خلص شغله الحمد لله خلي يجي ملك الموت يأخذني، لا ماكو، كل الناس أعمالها في الدنيا تكون ناقصة ويجي ملك الموت، يعني يترك شغله وعمله وأهدافه وآماله كذا ويروح. أي وحدة قال لي هذا السيد عبرة حلوة. الشيء الثاني قال لي شيخنا أنا خاف من الموت، هذا السيد أخاف من الموت، وأكثر ما يخيفني القبر. فأنا بمزاح قلت له سيدنا الله كريم أنت موت أنا لغنك، كان في من مات بالفعل، مات من بعد فترة، مات السيد رحمة الله على الإنسان خير، أنا لقنته نزلت إلى القبر فلقنته تلقين كامل وقلت له سيدنا لا تخاف، نفس الكلام لا تخاف، هو بالكفن، الله ومحمد وعلي وياك. أي
خلينا الحجر وأهلنا عليه التراب. الشاهد مولاي ماكو إنسان ما يخاف، لكن لو صار عنده الغاية هو المعاد، الاعتقاد بالمعاد بدار الخلود والبقاء، اللقاء لله تعالى وهو أرحم الراحمين، خوف الموت يصير أقل وأخاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هول المطلع إن شاء الله، ببركة محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.